أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يقول هل يفهم من هذه الآية أن البيعة التي يقوم بها أصحاب الأحزاب لرئيسهم مع وجود ولي أمر في الدولة أو أصحاب الطرق الصوفية لمشايخهم أنها بدعة منكرة؟ لا في شك أنها بدعة منكرة، لأنه ما جاء في الإسلام من أوله إلى آخره أن البيعة تكون إلا لولي الأمر، للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لولاة الأمور، ما جت البيعة لغيرهم، فهي بدعة. وهؤلاء لا يعتقدون ولاية الولاة، ما بايعوا إلا لأنهم لا، هذا خروج يعتبر من فعل الخوارج، نسأل الله العافية. نعم.